وقفة رجل مسكون. محمد حفصاف كما شرف مدينة المحمدية على المستوى الجهوي. سوي سوي الجائزة للاعب هشام عيس منا يوسفيا هشام عيس منا بيبنا. أولا مريد محمد أمين المال لجمعية قدماء ومحبي الاتحاد المحمدية، ارتعت هذه الجمعية بعد الانتخاب ديالها لمدة سنة أنها أخذت على العاتق ديالها أنها تكرم أربعة لاعبين من قدماء الاتحاد المحمدية كل سنة، وفي هذه السنه بدينا بهذا اللاعب محمد الحفصاوي، لاعب قديم ديال الاتحاد المحمديه اللي كيعيش ظروف مزريه، وحاولنا نقدموا له الدعم لانه كيف ما كان الحال المهم دعم معنوي بالنسبه لهذا اللاعب اللي حس براسه بانه مازال على قيد الحياه. وكان نطلبوا من جميع اعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه باش نخدموا باش ننظموا جوج ديال التكريمات في مناسبه الصيف المقبل اي في شهر 7 وشهر 8 غنديروا جوج تكريمات للاعبين، واللاعب الرابع غادي يكون تكريم ان شاء الله في شهر 11 بمناسبه عيد الاستقلال. دابا من اخيه بالغزيل مصرات الروحي حسن حسينه لاعب شباب محمديه 1976 لاعب عضو فهو لمدرب فريق شس جمعيه محبي. الشعور ديالي لا يوصف. هذا النهار هذا غادي يبقى بصمه في الذاكره ديالي، وكنشكر الناس القيمين على هذا التكريم. والحقيقه اش غنقول لك، اللسان عجز على التعبير، والوجوه اللي حضرات اليوم كاين اناس ما شفتهمش هذه مده ديال 20 سنه. هذا بالنسبه لي تكريم وتشريف وتكليف في نفس الوقت، والمحمديه كتسنى بزاف، كتسنى الحق، وخاصنا نوضوا نتجندوا حنا اولاد هذه المدينه باش عيب علينا وحرام هذه الكفاءات اللي كاينه دابا وهذه الوجوه اللي كاينه في مدينه المحمديه وتكون في هذا المستوى. فمن الواجب علينا حنا لكنا غايرين على هذه المدينه خاصنا نوضوا نتحزموا، وخاصنا فراقي ديالنا على الاقل وحده في القسم الوطني الاول ووحده في القسم الوطني الثاني ان شاء الله. الله شاهد علينا، حنا فرحانين اليوم لسي محمد حفصاوي. التكريم نحن كنحسبوه معنوي اكثر من ما هو مادي، لان العطاء اللي عطى السي محمد راه عطاء كثير، ويكفي هذا الحضور اللي جا اليوم والاخوان اللي جاوا شرفونا في المنصه واللي لعبوا في التيران، جميع اللعاب اصحابه كلهم جاوا ما تخلوش عليه. السي محمد راجل مزيان درويش، خويا طارق، احنا بغينا هذا الشيء يستمر ديال الخير. حنا كنشوفوا اللعابه اللي في وضعيه صعبه، اللي في ظروف اجتماعيه صعبه، وكنديروا لهم هذه البادره باش نتعاونوا معهم بعضياتنا. الله هو المعين، وحنا نتعاونوا مع الدراري.
ما درنا عباس وتبعنا جدار محمد ومن وراء محمد غيجيو دراري اخرين. فالعام راه كيدوز بالزربه ولا دوزنا اربعه في العام، راه ماشي كنحيدوا عليهم شي عيب، وانما كتخفف عليه وريتما الله يحن عليهم تاهما مساكن. فاللعابه ملي كيجلسوا راه ما عندهم لا تغطيه صحيه لا رميتيه لا والو، فمن هذا المنبر التفاته لهاد اللعابه هادو، لا المجلس لا العماله لا الفرق ديالهم اللي خدامين فيهم دابا يتهلاو فيهم. اللاعب كيكون لاعب ديال المدينه راه ماشي ديال راسو، راه ديال المدينه، ملي يجلس خاص الناس ترد ليه البال. وكنهنى حفصاوي اللي يستاهل، شكرا يستاهل، والعقوبه لدراري اخرين تاهما ان شاء الله. شكرا طارق، باش ما تفوتنيش هذه الفرصه كنتقدم الشكر الجزيل الناس ديال لابيطا فوت، في شخص عبد الحق الغواسلي، في شخص نور الدين هيدان، في شخص جميع الناس اللي جراو وجاروا باش نجحوا هذه الحفله هذا، مشكورين. وانا راه الاشاره ديالي لهاد الناس هادو، ورانا مدين المديونين ليا، كان كيسالوني الحق وغنحاول ما امكن باش نرد لهم هذا الحق ديالهم. شكرا.